اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. الزمالك يعود لفصوله البايخه اللي اصبحت معتاده مؤخرا على جماهيره. لاول مره من زمن احس ان جمهور الزمالك مش متفاجئين ان الفريق اتغلب. وهنا الخطوره بدأت في رأيي بالتعاقد مع لعيبة ما يصحش ان هم يلعبوا في الزمالك. انت لما بتنزل بالستاندردز بتاعت اللعيبة بتاعت النادي دي بداية الانهيار. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حالة اللامبالاة من قبل الجهاز الفني للفريق واللي بالتالي انعكست على اداء اللعيبه جوه الملعب. فعشان كده جمهور الزمالك بيتفرج على الماتش ومش مستغرب ابدا ان الزمالك مغلوب النهارده. الصوره اللي قدامكم بتوضح حاجات كتير. الصوره اللي قدامكم دي صوره اعتقد ان هي اول مرة تحصل في تاريخ الزمالك. وهنا الخطورة تاني. انا بقول لكم ان الزمالك في قطر مش عشان نتيجة ماتش، عشان اول حاجة وقع مع لعيبة، بعض من اللعيبة اللي لا يصلحوا لارتداء فانيلة الزمالك. فانت نزلت بالستاندردز في اللعيب كده عشان يلعب في الزمالك لازم يبقى في صفات معينه. الصفات دي انت تنازلت عنها فعلى طول يحصل لك داون جريد للفريق ينزل بيك. ده نمره واحد. نمره اتنين، في حاله من اللامبالاه الغير مبررة للفريق ككل. انا مش عارف ايه اللي يضحك وانت مغلوب 1-0 كده وانت شكل الفريق كده. ما اعتقد ايه اللي يضحك. انا يعني برضو بحاول ان انا افهم الصورة دي وحضراتكم كده عايزكم ان انتوا يعني تحاولوا تقولوا لي تفسير. ابعتوا لنا على الريمونتادا، هاشتاج الريمونتادا على تويتر، ايه تفسيركم؟ يعني الزمالك مغلوب 1-0، المباراه دي الهزيمه الخامسه من اصل 20 مباراه في الدوري، يعني 25% ربع الماتشات. اهو قدامكم الكيو ار كود بعد اذنكم، قولوا لنا تفسيركم ان 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 ان, إن فريرا بيضحك والنتيجه 1-0. غريبه جدا. مش عارف هل هي رسالة ان هو مش همه الورقة مثلا اللي ماسكها أسامة دي، مثلا فيها نكتة، مثلا في حاجة بتضحك. مش قادر افسر ايه السبب اللي يخلي فريرة بخبراته الكبيرة وبمعرفتي بيه ان هو رجل غيور على فريقه. انا نفسي افهم يعني. اكيد اسامه قال له حاجه ضحكته. مش عارف. لا يمكن يبقى ده المشهد بتاع المدرب بتاع الزمالك والزمالك مغلوب المباراه الخامسه في الموسم. المباراه الخامسه في المركز الخامس، الاتحاد السكندري سبقك في الترتيب الرابع وانت بطل الدوري. لا، في حالة عجيبة. انتوا عارفين ان انا محب لفريرا يعني، وان انا راجل دايما في ظهره، لان عارف ان هو مدرب كبير جدا. ولكن هذا المشهد لا يليق بنادي الزمالك ولا بي هو شخصيا. هذا المشهد لا يليق بنادي الزمالك ولا بي.
مش عارف ايه السبب يعني. لكن المكشف ده بيختصر او يعني هو عنوان الماتش بالنسبه لي، بيعبر عن حاله الفريق، بيعبر عن حاله الفريق. وتاني للمره المليون، جمهور الزمالك لما بيشوف فريقه بيموت نفسه في الملعب ومكسبش بيحترم اللعيبه، انما النهارده في حاله من اللامبالاه الجميع، كل الناس. بدايه انت الزمالك كسبان الماتش اللي فات، والمفروض ان دي يعني ال 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 الماتش اللي فات ده يدي اللعيبه دوافع كبيره جدا ان هم يكملوا على نفس المنوال، يكملوا على نفس الخط بتاع المكسب. النهارده الماتش اللي انت المفروض ان انت تكسبه عشان تخش في منطقه تقرب من الناس في الجدول، اللي انت اصلا المفروض ما تبقاش في الحته دي، وتسافر الجزائر بمعنويات مرتفعه وتروح تخطط ان انت ازاي تكسب الماتش اللي هناك. ده الزمالك، خلي بالكم انا بكلمكم على الزمالك، مش بكلمكم عن فرقه صغيره، بكلمكم على الزمالك. ده الطبيعي. انما النهارده بدايه الماتش بالشكل ده، الناس اللعيبه مستهتره استهتار، حاله استهتار غير طبيعيه غير طبيعيه. جول الاولاني كره طويله، حسام عبد المجيد نطت مع الراجل ماشي، خسر الانديفيدوال او خسر الكره المشتركه، الكره بتروح لفتوح. اي باك ليفت في الدنيا حتى لو هيشتت بيشتت الكره على جنب على فوق، الكره بتروح لفوق على جنب، بتعدي نص الملعب وتروح على جنب. الراجل فتوح راح قالش الكره وراحت نازله على الدايره في قلب الملعب، في قلب الملعب. فالكره الراجل بيلف بعبد الغني، الراجل لف بعبد الغني بطريقه غريبه جدا، الراجل يا دوبك عمل كده عبد الغني طلع بره اللعب، اول مره اشوفها. ارى يعني عبد الغني راح باع نفسه، ارى اللعب زي راح الناحيه الثانيه من الراجل بيعمل ترن بالكوره، راح الراجل رايح الناحيه الثانيه عبد الغني. فالراجل كابو بيجري كويس جدا، تتحرك 10 على 10. المفروض الطبيعي ان فتوح قاري ان حسام عبد المجيد مغطي الاوفسايد، فلازم يكمل جري مع الراجل، ما تطلعش الراجل اوفسايد. حسام عبد المجيد قدامك وانت الراجل قدامك وهو مغطي، لازم تكمل جري معاه. راح فتوح جري واقف خطوتين، واقف